يا نعيم اخوك راه ولا مريض نقول لهم لا، وقالوا لي اخوك مريض نقول لهم لا، واخويا مريض واخويا تفرس وحي، واخويا مريض قال لي قبيله نعيمه دارني راسي. ايش وفي الدرب كيقول اخويا درويش، وفي الدرب كيقول يا اخوك درويش، والناس كيقول يا اخوك درويش ما يدار ما يجبد صداع، ويقول يا اخوك درويش ما يدار ما يجبد صداع. واخويا عمره ما ضارب، واخويا عمره ما مشى للحبس، واخويا عمره ما عرف الحبس فين كاين، وعمره ما عنده صوابق. وفي الدرب كيقول لي نعيم اخوك راه ولا مريض نقول لهم لا، وقالوا لي اخوك مريض نقول لهم لا، واخويا مريض واخويا تفرس وحي، واخويا مريض قال لي قبيله نعيمه دارني راسي، وقلت له عطيني الولد انا غادي ندي معايا، قال لي نعيمه خلي لي ولدي معايا راني مريض ودارني راسي. وانا جايه في الزنقه خليت واخويا معليمه بي، خليت المراه تخبز في الخبز، واخويا وانا مشيت لعند واحد السيده من العائله نشوفها مريضه، جايه عيط عليا ولد اختي قال لي نعيمه انت فين؟ قلت له انا في الدار، قال لي لا انت ماشي في الدار. كان صحابو جا عندنا انا قدام الدار قريبه للدار، قلت لي راني في الدار، قال لي لا انت ماشي في الدار، كارثه وقع في الدار. اشنو اخويا وقع؟ قال لي راه رشيد دار بنادي ضربه خايبه. جايه نجري ما عرفت ما قديت اخويا نجري، وصلت لقيت البوليس، لقيت اخويا البوليس اخويا ما عرفت شفتيه. واخويا الله يرحم الوالدين هادشي اللي وقع، واخويا ما اخويا ما هو ديال الحبس، ما هو ديال مضاربه، ما هو ديال مخاصمه. يقول لي يا اختي انا في الزرقاء راه ما نتناقل مع حد، ما نضار مع حد، ما نتخاصم مع حد. وهو خويا كيحضر يصبر في حقه اخويا، عنده اخويا وليد حماق عليه. قال لي البارح ولدي واخا نزو في سناني ما نفرقوش، كان مريض ضاربه البرد وفي الصهد، قال لي نمشي نخدم على ولدي. قالت لي هي دوزت برك راك مريض، قال لي البلاصه غتمشي ليا خدامه عساس، قال لي البلاصه غتمشي ليا غادي نمشي على قبيله. قالت لي نو دير الدواء ودوز برا. واخويا هادشي اللي كاين. الله يرحمه. الله اخويا الله يرحمه. توا تقاد الاجل ديالها. حد الاجل واد اخويا.